أعزائي المشاهدين في كل مكان، برحب بكم النهاردة في فيديو جديد معايا عن توقعات الأبراج. أنا مريم، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتم مستنين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. أنا بكبر بيكم ومعاكم. توقعات برج الجدي الخميس 17 يونيو حزيران 2021. توقعات برج الجدي عاطفيا: الحب هو النقطة المضيئة في حياة مواليد الجدي، لا تستطيع العيش بدون حب، لذا احرص على الصدق والثقة بعلاقتك وقوي الروابط الاجتماعية الأسرية لك والشريك لتنعم بحياة هادئة مرنة وعلى مزاجك بعيدا عن الخلافات والصراعات. مهنيا قد تحقق نتائج إيجابية في هذه الفترة على الصعيد المالي، لذلك أحسن استغلال أموالك لتحقق بعض الأمال حتى لو في المستقبل القريب. صحيا نم باكرا وقم باكرا وخصص وقت للأعمال ووقت للترفيه، ولا تخلط الأمور وابتعد عن العيش بعشوائية للحصول على صحة أفضل. توقعات برج الجدي للرجل: حاول مساعدة الآخرين ببعض الأمور إذا استطعت، لأن الحياة قد تنقلب في يوم ما وتحتاج مساعدة من أحد. لهذا السبب صحتك جيدة وتفكيرك جيد، حاول بناء العلاقات المتينة مع محيطك ليكونوا عونا لك في المستقبل، ولا تخاف من المسؤوليات لأنك ستجد الطرق الصحيحة لتأديتها حتى لو تعبت قليلا. توقعات برج الجدي للمرأة: التعرف إلى أشخاص جدد شيئا مسلي ولطيف دوما. لا تسألي نفسك أين ومتى، وأنا لا أستطيع الخروج كثيرا، فالحياة والتكنولوجيا أصبحت تشكل نصف الحياة الواقعية، لكن تجنبي الخوض في الأحلام كثيرا، كوني طبيعية وتعاملي بشخصيتك الحقيقية بلا أي رتوش، وستستمعين تعين كثيرا بوقتك. من ناحية أخرى، الكلمات الرقيقة يمكن أن تنهي أزمات كبيرة، حاولي استخدامها اليوم إذا حدث أي اصطدام مع أحد من محيطك الذي تعيشين فيه. مؤشرات برج الجدي ليوم الخميس: الطاقة 100%، العاطفة 100%، النجاح 100%، الصحة 100%. أرقام الحظ لبرج الجدي ليوم الخميس: 11 88 42 35. توافق برج الجدي ليوم الخميس: في الحب مع الجوزاء، في الصداقة مع الحوت، في العمل مع الدلو. الكوكب زحل، العنصر ترابي.